لم يقبله حزبه رئيسا عليه، فيريد أن يغير الدولة كلها. كيف يقال هذا؟ كيف لشخص لم ينجح في حزبه أن ينجح في الدولة كلها؟ الدين كله يريدونه أن يبقى في المسجد وعلاقة شخصية بين العبد وربه، ولا علاقة لا ينظم له حياة، لا ينظم حياة الإنسان بتاتا. الخطأ لا يبرر الخطأ. لا لا مش الخطأ، وجود قاضية خطأ بينه. أنا الشيء بغيت أربعة، هذا هو الذي أعطاه الشرع. أما أقل أما أكثر من ذلك فلا يجوز. فإذا أن تقول لي أنا ضد، يوفق الإنسان، اسمعني اسمعني، أنا ضد، كما يوفق بين صديقاته يوفق بين زوجاته. زوار الموقع، مرحبا بكم في هذه الحلقة، نستضيف من خلالها واحد من أبرز الشيوخ والوجوه الإسلامية في المغرب، الدكتور حسن الكتاني، رئيس رابطة علماء المغرب العربي، عضو الأمانة العامة لرابطة علماء المسلمين. مع السي حسن نلامس عدد من القضايا الخلافية، موضوع النقاش اليوم في علاقة بإصلاح مدونة الأسرة، أبرزها زواج القاصرات، الولاية، الإرث، وقضايا أخرى. سي حسن مرحبا بك. مرحبا بك. نهار كبير هذا. الله يبارك فيك، الله يعطيك العافية. ما قلتلكش المعتقل السابق. ياك ديما كيدير البلاصه اللازمه. رجعنا زملاء في هذه القضيه. لا دائما كيقدموا المعتقل من احسن انسان يتجاوز هذا. مرحبا بك سي حسن، سعداء جدا. مرحبا. احنا في اطار هذا ومزيان هذه نوضحها حتى للجمهور، نحن لان البعض هذا هو وظيفتنا كصحفي، نسمعوا الراي الليبرالي، الراي اليساري، الراي الاسلامي، وطبعا للمجتمع الحكم. سي حسن نبدا معك بسؤال باش ما نضيعوش يعني الوقت. وجهه نظركم اليوم في خضم هذا النقاش المثار حول اصلاح مدونه الاسره، من جمله الامور الخلافيه موضوع الارث، واش المراه تاخذ بحال الرجل بحال؟ واصحاب وجهه النظر هذه يستندون على ان المراه كتخدم، وأن الشروط اللي جا فيها النص ليست هي الشروط ديال اليوم، وباش نخليك تمشي مزيان وما نحبسكش. كيستندو تيقول لك علاش الإسلام مثلا في علاقة بالسارقة، يعني الإسلام النص واضح، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب الله نكال، وعمر بن الخطاب يعني ما دارش حد السارقة، علاش كتجيو لبعض النصوص بحال مثلا الإرث لا خصو يبقى كما هو علما، ولكن كتسامحوا في النص مثلا ديال السارقة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وموالاه. أولا قبل كل شيء أشكر موقع بديل على إتاحة هذه الفرصة لي حتى ألتقي بجمهوره العريض. مرحبا. ويسرني هذا. أما بالنسبة لهذا الموضوع فنحن في رابطة علماء المغرب العربي وبين جماعة مجموعة من النشطاء في هذه البلاد، فوجهة نظرنا هي كالتالي، هي أننا نحن لدينا قانون حكمنا مدة 13 قرنا، وهذا القانون هو مذهب الإمام مالك. هذا المذهب هو مذهب متكامل أثبت جدارته لحكم، لأنه حكم الغرب الإسلامي كله مدة طويلة، وكانت له محاكم وكتب نوازل وتفاصيل وما إلى ذلك، وظهر علماؤه بعقليات جبارة لا في المغرب ولا في الأندلس ولا في شمال أفريقيا كله ولا في مصر ولا غيرها. فلماذا تغيير مذهب الإمام مالك؟ أنا لا أريد أن أخوض في غمار الجزئيات، إنما السؤال لماذا نغير مدونة الأسرة بالخصوص؟ لماذا نغيرها؟ الجواب عن هذا أننا مجرد أن احتل المغرب من قبل الاحتلال الفرنسي والإسباني، أول ما فعله المحتل هو تعطيل الشريعة. القانون، لا القانون الجنائي، القانون الجنائي لم يعطل الشريعة، لا بالعكس، هو عطل فقط القانون الجنائي، فتركت المحاكم المغربية كما هي، لكنها زوحمت بمحاكم سميت بمحاكم مدنية، فأصبحت المحاكم الشرعية يقوم عليها علماء معروفون وقضاة مشهورون، لكن ضيق عليها، أصبح القائم، أصبح يعني القادة الفرنسيون في كل مدينة هم الذين يرجعوا إليهم في 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 تطبيق الأحكام إلى غير ذلك من الأمور. فلما جاء الاستقلال قررت الدولة أن توحد المحاكم ولا تبقى محاكم مختلطة هكذا، محاكم مدنية، محاكم شرعية إلى آخره. فقرر الملك الراحل محمد الخامس أن ينشئ لجنة من العلماء لكي ترسم قانونا إسلاميا في جميع الأبواب. هذه اللجنة استمرت لكنها بعد ذلك ألغيت واكتفي منها فقط بقانون الأسرة.
كان في المغرب بعد أن رحل الاحتلال الفرنسي ثلة ممن تعلمن أو استغرب في فكره فلم يعد راضيا عن بقاء الشريعة الإسلامية حاكمة في المغرب، ولذلك قرروا في كل مرة قرروا أن يعدلوا قانون الأسرة. فإذن قانون الأسرة تعرض لجملة من التعديلات منذ فجر الاستقلال إلى يومنا هذا. هذه الفئة المتغربة كانت ترى أن في قانون الأسرة ما لا يوافق أفكارها، لكنها لم تستطع أن تغير تغييرات جذرية أو تغييرات خارجة عن الشريعة الإسلامية، نظرا لأن المجتمع المغربي لم يكن يقبل شيئا من هذا، ونظرا لوجود علماء ووجود يعني مجتمع متشبث بتلك الأمور. طيب الآن التيار التغريبي أصبح له التغريبي من الغرب علينا لا الغرب من الغرب يعني المتأثر بالغرب. هذا التيار أصبح له أحزاب ونقابات وجمعيات وما إلى ذلك، وهذه أصبحت تضغط بقوة لتغيير القوانين، ليس لتغيير القانون حقيقة الأمر، هو لإنشاء لحذف البقية الباقية من القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية. يريدون قوانين مدنية محضة لا علاقة لها بالدين. إذا الإسلام مستهدف؟ إذن لا، ليس الدين كله يريدونه أن يبقى في المسجد وعلاقة شخصية بين العبد وربه ولا علاقة لا له ينظم حياة. لا ينظم حياة الإنسان بتاتا. بالمناسبة هذا الأمر ليس أمرا خاصا بالمغرب، إنما هو أمر عام في العالم كله. هناك تياران، تيار محافظ يدعو إلى الحفاظ على الدين، الحفاظ على الأسرة، الحفاظ على الأخلاق والآداب وما إلى ذلك. ترامب أيضا نموذج، يعني نعم ترامب يدافع على الأسرة نعم، هو بوتين نموذج بوتين. أيضا مقابل التيار المتغول في الغرب، هذا التيار متغول في الغرب. وعندما أتحدث عن الغرب أتحدث عن أوروبا، أمريكا، أستراليا، هذه يعني المنظومة التي تحكم الأمم المتحدة، المنظمات التي تتبع الأمم المتحدة كلها تتبع هذا الفكر. هذا الفكر يرى فردانية، يعني الفرد دون الأسرة، يرى الاهتمام بالفرد دون الأسرة، يرى الرأسمال دون الشعب والجمهور وما إلى ذلك، إلى غير ذلك من الأمور. إذا فهمتك سي حسن، فهمتك من خلال هذا الشيء اللي تفضلت به، وهو أن المذهب المالكي يعني كافي، ما الحاجة لهذه التعديلات؟ عندنا المذهب المالكي فيه كل شيء تماما، هذه وحدة. ولازلنا ربطنا قارنة أخرى، هو هذا الشيء ديال الغرب، مادام ربطته بالغرب إذن ها ما يجري اليوم في مدونة الأسرة هو استجابة لجو ذولي، ماشي لحاجة واقعية مغربية. نعم هذا هذا مما لا شك فيه. وعندما تحدث عن الغرب مدونة الأسرة احنا غير كنتفاعلوا مع ضغوطات، هذا مما لا شك فيه. وعندما أتحدث عن الغرب فإنما أتحدث عن التيار الحداثي المتحرر من قيود الدين وما إلى ذلك، لأن الغرب أيضا فيه نزاع وصراع. إذن دابا المرأة واش تأخذ بحال الرجل ولا لا؟ لا، أنت الآن تدخل في الجزئيات. هي إذا اتفقنا على الأرضية التي يجب أن نستمد منها أحكامنا، بعد ذلك تبقى التفاصيل يعني مجال واسع. يعني عندما نتحدث عن، عندما تأتيني جمعية أو يأتيني حزب ويقول المرأة تأخذ مثل الرجل، طيب أنت الذي تقول هذا الكلام هل أنت مسلم أو غير مسلم؟ هذا السؤال. إذا كنت مسلما فلك مصادرك في تدينك، إذا كنت غير مسلم فقلها من البداية، قل نحن لسنا مسلمين ونريد أن نفرض ونريد أن نفرض على المجتمع المغربي المسلم أشياء جديدة. هل المجتمع المغربي سيقبل هذا أم لا؟ هذا سؤال آخر. إذا بلاتي سي حسن، إذا فهمتك فهذه حتى هذه نقطة تلتيها مزيانة. نتوما عاوتاني كتعيبوا ولا ما كتقبلوش واحد الفكره، الانسان تيقول لك انا مسلم او لا صامت على دينه. نعم. ويقول لك انا مسلم وغادي كيفسر شي امور. صحيح. كتطلب نتوما وضح معايا. نعم، كن واضحا، هل انت مسلم او غير مسلم؟ بعد ذلك اذا قلت انا مسلم فالاسلام له قوانينه وله تشريعاته وله عقائده. لا يمكن ان تدعي الاسلام وفي نفس الوقت تلفظ وترفض مصادر الاسلام. اذا اللي كيقول يساوي المراه والرجل في الارض ليس بمسلم. هذا لم يستمدها من الإسلام. إذا مش مسلم. أو يجب أن يقرر هل هو مسلم، معناه أنه مستسلم لله ولرسوله. لا لم تفق معك حسن. ولكن سمحت لي الشيخ سي حسن، غير هذه النقطة عفاك بغيت نوضح فيها. هذه النقطة ماشي دي جوهرية. ناس كيقول لك في الحدود عمر بن الخطاب ما دارش الحد ديال السارقة. اسمح لي. لأن عندما يقول هذا الكلام هل هو يستدل بها أو يستدل علي؟
لأنه هناك فرق. هل هو مسلم فيستدل بعمر بن الخطاب وبكتاب الله وسنة رسول الله، أم هو فقط يرفع في وجهه لافتة، أما هو لا يعتبر لا عمر ولا غيره؟ إذا إذا كنت ستعتبر عمر بن الخطاب فاعتبره في كل ما قرره، أما إذا ستعتبره فقط في هذه النقطة فهذا أمر آخر. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فالجواب عنها أنها أنه في زمن عام الرمادة الذي كان عام قحط وفقر أصبحت هناك شبهة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إدراء الحدود بالشبهات، فأصبحت هذه الشبهة تمنع، تقول إن حد السرقة إذا كان للحاجة والفقر فإن الإنسان يعذر. فإذا هو لم يعطل الحد، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يعطل الحد، إنما عمل بقاعدة أخرى وهي قاعدة إدراء الحدود بالشبهات، وهذه شبهة. الفقر والحاجة هذه شبهة. ها إذا وصلنا لواحد نقطة جوهرية، إذا النص هو ابن بيئته، لأن القاعدة القانونية من خصوصيتها هي أنها قاعدة اجتماعية. دابا القواعد القانونية ملي كنحطوا قاعدة قانونية ماشي غير كتشق لنا، كيكون عندنا واحد المشكل اجتماعي القاعدة القانونية كتجاوب لنا عليه. إذا القاعدة القانونية ديك اللحظة اللي طبقت في عهد عمر بن الخطاب هو أنه كاين الفقر، نعم، هذاك الوضع هو اللي خلى بنفس أصحاب هاد الناس اللي كيقولوا مساواة الرجل والمرأة في الأرض كتعرف نفس الإشكال. تيقول لك اليوم المرأة وضعيتها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليست هي عهدها اليوم، هذه شحال كانت في دارها، علاش غتقسم معها ولا كذا، كانت موجه. أضيف إلى ذلك، هل يقبلون بإسقاط النفقة على المرأة؟ هل يقبلون بإسقاط النفقة على المرأة؟ بمعنى أنه إذا كانوا يقولون بهذا الكلام، هل يقبلون أن يقال لهم إذن بما أن الزمان تغير وكذا إذن لا معنى لأن يصبح الرجل مسؤول عن النفقة على أهله وأطفاله؟ نضع صندوقا والكل يضع فيه المال وانتهى الأمر، فإذا تفارقنا فالكل يأخذ ماله وينصرف. لماذا نفرض على الزوج النفقة على أهله على زوجته وأبنائه وفي نفس الوقت نطالب بالمساواة في الإرث وما إلى ذلك؟ إذا أسقط النفقة. ومعنى هذا بكلام آخر، غير الدين كله وحرفه لأنه لا يوافق هواك، وهذا يعني هذا سيؤدي إلى تدمير الشريعة كلها. لكن إذا حدث أخطاء في المجتمع، سواء لأننا تغيرنا في طريقة عيشنا أو أننا خالفنا أوامر ربنا أو ما إلى ذلك، فالحل لا يكون بتحريف بقية الشريعة، إنما الحل يكون بالرجوع إلى الأصل. لا، وش عمر الخطاب حرف الشريعة؟ نعم، عمر الخطاب رضي الله عنه والسارق والسارقة. اسمح لي. عندما نتحدث عن الشريعة الإسلامية نحن نتحدث عن منظومة فكرية، منظومة شرعية لها مصادرها وكيفية استنباط الأحكام الشرعية وما إلى ذلك. عندما تتحدث عن منظومة قانونية فالقانون له دستور يرجع إليه، وتفريعات القانون لها مهم، لها مسطرتها. لا يمكن أن يأتي إنسان خارج القانون ثم يتحدث ويفرض على القضاة والقانونيين أمرا وهو لا علم له بتاتا بكيفية إجراء المساطر القانونية. فكذلك الشريعة الإسلامية هي قوانين، هي قانون، فهذا القانون له مسطرته. هذه المسطرة إذا كانت قد اتخذت بطريقة صحيحة وهي المستمدة من أصول الفقه وما إلى ذلك، وهذا أصول الفقه علم كامل يعلمنا كيف نستنبط الأحكام الشرعية، فيأتي إنسان هكذا نزل كما يقال بالمظلة هو يتكلم في الشريعة وهو لا علم له بشيء من هذه الأمور، فيخبط خبط عشواء ويضرب الأمور ببعضها وهو لا يدري ما يقول. فواقع حقيقة الواقع الأمر هؤلاء لا يرجعون إلى الشريعة أصلا، هم يريدون بين قوسين تنقية القوانين من أي شيء له علاقة بالشريعة الإسلامية أو بالرجوع إلى كتاب والسنة وما إلى ذلك. يعني لا تقل لي لا كتاب والسنة، قل لي عندنا نقط قانونية نرجع إليها وانتهى الأمر. عندما تأتي أنت وتقول لا قانون الأسرة فيه كذا وكذا ونرجع إلى المسألة الفلان لأن الله قال، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال، لا يقول لا لا, لا تقول لا قال الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو سر النزاع بيننا وبين هؤلاء. الآن عندما نأتي إلى التفاصيل فذاك كلام آخر، نحن لدينا ما نقوله في هذه التفاصيل، لدينا ما نقوله ليس شرعا، لن أتكلم اليوم في الشرع، أنا سأتكلم بالمصالح والمفاسد. ما هي مصلحتنا في هذه التغييرات التي ينادي بها هؤلاء؟ ما هي المفاسد التي ستترتب عن تطبيق ما يريدونه؟ نحن نقول إن هذا الأمر قد ظهر لنا عيانا في الغرب. الغرب كان متدينا، كان نصرانيا متدينا أو يهوديا متدينا،
لكن لما جاءت الأفكار العلمانية خاصة بعد الثورة ضد الكنيسة وما إلى ذلك، كان وإن كنا نحن نقر بأن الديانة لا اليهودية ولا النصرانية هي ديانات منسوخة، بمعنى أنها لم تعد صالحة لكل زمان ومكان، لكن الدين الإسلامي هو صالح لكل زمان ومكان، وهو سبحانه وتعالى أنزل القرآن للعالمين، لم ينزل إلى طائفة من دون الناس، ولم ينزل إلى زمان دون زمان، واضح؟ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فإذا هذا جاء القرآن الكريم والإسلام جاء مهيمنا على القوانين السابقة، مهيمنا إطلاقية. نعم نعطيك السي حسن واش ثاني فقط يعني انا بين هذه الفكره صالح كل البعض. شوف انا مهمه هذه النقطه نوضحها، لا اعبر عن رايي معك السي حسن، انا كنقول لك اراء ديال التيار لسميتي انت الغا، اما انا مثلا الاسلام صالح لكل زمان ومكان، واش هذه الجمله ما فيهاش واحد النوع من المغامره اطلاقا؟ يعطيك مثال، مثلا كنقولوا السارق والسارقه، ارجع لك لان الفكره مهمه، ما صالحاش لجميع الازمنه. لماذا؟ في زم ما صالحتش في زمن عمر. لا صالحة، لكن هذه القاعدة لها استثناءات، ومن استثناءاتها هو وجود شبهة، لأن القاضي عندما يأتي أمامه السارق فإنه يسأله أسئلة لا يطبق عليه حكم هكذا مباشرة، ليست كل سرقة تقطع فيها اليد، ليست كل سرقة يطبق فيها هذا الحد، هناك ضوابط. فإذا وليست السرقات واحدة، هناك سرقة معينة لها شروط مذكورة في كتب الفقه، فيأتي الإنسان هكذا ويطلق الكلام على عوانه، هذا ضبط الشروط، طبعا ضبط الشروط، المسألة ليست فوضى. لكن المشكلة أن كثيرا من الناس عندما يتحدثون في مثل هذه الأمور يتحدثون بخلفية من غير يعني باحترام يعني من غير مؤاخذة، بخلفية جاهلة بالدين، فيرتمون على ما ليس من اختصاصهم ولا لهم معلومة فيه. يعني لو أنهم طالعوا ورجعوا ونقول والله ما شاء الله الناس طالعت ورجعت، لكن الواقع أنهم لا يراجعون ولا يطالعون وليس لهم علم بالشيء، إنما هي شبهات تتكرر فيكررها الناس من غير أن يعرفوا حقائقها. لكن بعد مرة سي حسن أنا نسولك، مثلا كتلقى مثلا في نهضر بلغة الواقع، نرجعوا للإرث، مثلا كتلقى واحد الإنسان خلى واحد البركة ديال الورث، عنده مثلا جوج البنات وولد مثلا، هذا تغير مثال هادشي كاين في واقعنا، كتلقى مثلا داك الولد غير منتج، واحيانا كتلقاه كيعتدي على والديه، وكتلقى مثلا كتلقى واحد جوج البنات هو الاب ديالو قراهم ثلاثه، هذا مبغاش يقرا له هذوك جبال، اسمح لي القانون لا ياتي الاستثناءات، لا ماشي استثناءات، القانون ياتي عاما. اسمح لي بو سي حسن، انا شوف انا كنقول لك انا ماشي رايي. اليوم المرأة خرجت للشغل، خرجت للعمل، طيب. عندنا شحال من المرأة أكثر من قال لك كاين أكثر من جوج المليون، شحال كيصرفوا على أسر المرأة، شحال هذه ما كانتش كتخدم. لا هذه مغالطة، من قال أن المرأة لم تكن تعمل؟ لا كيروجوا هذا الشيء، لا ذاك المرأة كانت تعمل، السيدة خديجة رضي الله عنها كانت لها تجارات واسعة. لا بشكل لا ارجعوا الفكرة يعني استثناء، لا بالعكس كانت كثير من النساء خاصة في الأرياف في 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 بلداننا تعمل في الحقل مع زوجها وتعمل، وكثير من النساء كنا تقول فلانة كانت صناعة، يعني كانت تصنع بيدها وتبيع وتشتري إلى غير ذلك. موضوعكم هو مرأة كانت لها تجارات وكانت لها كذا، وإلى عهد قريب كانت كثير من النساء من أسر يعني الميسورة في المغرب كنا يذهبنا إلى مانشستر وغيرها ويتاجرن. أنا وأنا أعرف هذا. اسمح لي سي حسن، دابا شوف سي حسن، قلت لك قبيل واحد فكرة في غاية الأهمية، القاعدة الاجتماعية من القاعدة القانونية من جملة تخص خصوصيه، علاش كنديروا القواعد وخاصها تكون منصفه وعادله؟ إيه تبع معايا سي حسن، انا غير كنقول لك شنو كيقولوا الاخرون، وانا هذا ترجع الى المساله الاولى. هل هؤلاء الذين يتحدثون يسلمون للشرع؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما، ام لا هو الشرع عندهم لا اعتبار له؟ احنا ما ندخلوش في لا دعني لا ضروري ان ندخل في هذا الامر. يقال لهؤلاء إن كنتم تسلمون للشرع والإسلام فينبغي أن تقول آمنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا، أما أن يقولوا سمعنا وعصينا فقد أنذر الله عز وجل من قال بهذا. لكن أن يكون إنسان في واقع الأمر وفي حقيقته هو لا يؤمن بهذه الأمور ثم يتظاهر أمام الناس بالدين أو بأنه مسلم أو ثم يتحدث ثم يأتي بنصوص لا يعرفه، ما يمكنش يشق صدور الناس. أنا لا أشق صدر أحد، أنا لا أقول شق، أنا لا أشق صدر أحد، أنا أتحدث مش تقدموا في النقاش عفاك. أنا شوف الغاية من هذا الشيء، أنت لك وجهة نظر محترمة
وكتمثل واحد القسم واسع من المغرب. انا اقول انا مسلم واعلن ذلك واقول مسلم. لا اسمح لي انا لا اتحدث عنك. انا اقول انا مسلم، اذا انا استنبط كل احكامي من الدين، من الاسلام، من القران، من السنه، لا من كلام العلماء. اذا اذا جاءني شخص يقول انا ايضا مسلم ثم لا يستنبط من القران والسنه ويرفض القران والسنه، كيف يكون مسلما وهو يرفض القران والسنه؟ قل انا حداثي، انا علماني، انا كذا، اي اسم اخر، حتى تكون ارضيه واضحه النقاط. تكون المغربيه هل كلها مسلمه؟ الاصل الاصل في المغاربه انهم مسلمون. لا الاصل في المغاربه انهم مسلمون. انا شو نقول لك، دابا المجتمع المغربي في غالبيته مسلمون، ولكن كاين اسر اخرى غير مسلمه. طيب تعلن ذلك، تقول نحن لسنا مسلمين، ولكن الحقوق، لا كاين عندهم الحقوق ديالها. استنى انتظر. تقول نحن لسنا مسلمين ومن شاء فليكفر، يقولون، يقول نحن لسنا مسلمين، اسلامكم لا يعنينا، وبعد ذلك فليتحدثوا. علاش باغي انت؟ وثم بعد ذلك علاش باغي يعلن الاسلام حتى يكون واضحا امام الناس؟ لماذا انت باغي تصدموا مع الناس؟ لا 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 لا، حتى يكون واضحا. اما انت، انت لا تؤمن بالاسلام وترفضه ثم تتضارب، هذا اسمه النفاق. هذا النفاق، ان تتضارب امام الناس بشيء وفي واقعك انت تعيش شيء اخر وترفض الاسلام، ثم تاتي يقول لا وكذا وعمر بخطاب وكذا. انت لا تؤمن لا بعمر ولا بابي بكر ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم، اذا لماذا تحتج بهم؟ فهمت؟ هل فهمت ما اريد ان اقول؟ لا فهمت. هو كيحتج، بالعكس هو ملي كيحتج ماشي كينافق البعض، كيقول لك كيحاول ياكد لك، غير اعطيتيني فرصه نطرح السؤال. الناس كينطلقوا من واحد الفلسفه، اصحاب هذا التيار اش كيقول لك؟ تيقول لك عدد من القواعد اللي في الشريعه الاسلاميه كانت استجابه موضوعيه لواقع الحال في تلك اللحظه. وتبع معايا مزيان، الخمار في الاسلام كيفاش جا؟ واش ما كانتش المجتمعات قبل كدير الخمار؟ يوم الجمعه كيوم الاجتماع، هل وكاين هادشي في مراجع ديال الدين على انه لماذا الجمعه كانت مجتمعات قبل الاسلام يوم الجمعه كيجتمعوا كذا؟ يسير معايا الاشهر الحرم كان واحد ما كيكونش الحرب كذا وكذا. المراه قبل ما يجي الاسلام كانت كتدفن، المراه ما كانش كتورث. وكاين ايه يقول الي حتى اذا بشر لهم بالانثى ظل وجوه مسودا. لا ولكن اسمح لي، لا خليني اسمح لي. انت تفترض على هذا الكلام، او هؤلاء يفترضون ان الاسلام فقط يعني هو تطور مجتمعي فقط، لم ينزل من عند الله، من ولا عند جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الاحكام الشرعيه ثابته، لا لا ولا لا لا, 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 لا. اسي حسن المشكل اذا سمعتي لي غتفهمني. طيب. الله عز وجل الله عز وجل يسير معايا، ملي غينزل القران شكون اللي شكون اللي يطبق القران؟ يطبقوا البشر. يسير معايا وحده بوحده، البشر جميعا ليسوا العرب فقط. عافاك شي اللي سمعتي لي. طيب تفضل. انا عاك نقول لك، نعم، دابا الله عز وجل سبحانه وتعالى ملي غينزل واحد المشروع، دابا باش نوصل لك، شفت شي مشروع امريكي ونزلوا على المغرب راه خاص الخصوصيه البيئه باش كيتفاعل القانون. اسمع اسمع، الله عز وجل ملي نزل راه مراعاه لديك اللحظه، عادات العرب، عادات كذا، باش يقبلوه الناس. اذا المراه عندها واحد الحقوق في واحد اللحظه. تصور مجتمع ذكوري كيفكر الله عز وجل باش الاسلام ينتشر، خاصو شويه بشويه. ما غنجيش انا نقول مساواه المراه مع الرجل ديك اللحظه، لا لا الرجل ما يقبل. هذا افتراض غير صحيح، لان العرب هذا افتراض غير صحيح. المراه كانت كتورث عند العرب قبل ما يجي الاسلام؟ كتورث؟ لا ادري، كانوا يورثون فقط المقاتلين، ما كتورث لا حرب، كانوا يورثون المقاتلين، لم تورث. شيء كاين في القران، ولكن القران افهمني، ولكن قانون الارث ليس فقط الذي ذكر، هذا قانون كامل متكامل. لا انا قلت لك فيه كاين مشكل السي حسن، اذا سمحتي لي راه كاين واحد المشكل، راه الناس ما كيتشبتوا بالاسلام غير تيقول لك ما الا شتينا ذاك النص كيما عمر بن الخطاب البيئه جا مستجد. عمر رضي الله عنه كان شجاعا، ما تعاملش بشكل ارثوذكسي، يعني شاف الخصوصيه الجفاف كذا وخلى الاسلام بان رحمه. اما ملي كتعامل بديك اللحظه وتقطع كذا وكذا، لا لا لا، سيدنا عمر رضي الله عنه تعامل مع النص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادراء الحدود بالشبهات، فدرا الحد بالشبهات. يعني هو لم ياتي من عنده بشيء. ما جاوبتنيش على السؤال، واش المراه دابا نساويها في الارث ولا لا؟ لا طبعا، لانه نص شرعي. صافي. ثم عندما نقول مساواه في الارث، هل فعلا عندنا مساواه في الارث في كل ما؟ هذا السؤال من اصله خطا، لان هناك بعض المواقع، بعض في بعض صور الارث المراه ترث اكثر من الرجل. الارث لم يسوي الله عز وجل فيه، المراه الشرع اعطى الام السدس واعطاها الثلث في بعض الظروف، واعطى الزوجه الربع، واعطى الثمن في بعض الظروف، واعطى يعني
فليس هناك شيء محددا، ليس هناك شيء محددا في في في, في إرث هكذا فوضى، إنما هناك قوانين وقواعد معينة. فيأتي الإنسان يرى فقط بعض الأمور، للذكر المتحضر أنثى، الذكر المتحضر أنثى، هذه في حالة الأبناء مع بعضهم البعض في حالة معينة، محددة. حالات معينة، نعم هي حالة معينة، لكن مع الأسف قلت لك هؤلاء لا يعرفون الشريعة الإسلامية ولا يطالعون، وحتى لو نوقشوا لا يسمعون، لأن هذه المواضيع نوقشت مرارا وتكرارا، نوقشت هنا وفي مصر وفي غيرها من البلدان، وناقشها علماء ومفكرون بالتفصيل، وأعطوا جميع صور الإرث، ومتى ترث النصف، متى لا ترث، متى كذا، متى ترث أكثر من رجل، ثم يأتون يذكرون الحظ الأنثيين، يجب مساواة. ما معنى يجب مساواة؟ هذه فوضى. لا لا لا، مزيان نوضح النقطة سي حسن، هذا الذكر مثل الحظ الأنثيين مش في حالة، ليست في جميع الحالات، حالة الأبناء مع الإخوة مع الأخوات، وحالة أيضا الأبناء مع يعني شو هي الحالات اللي كيتساوى فيها الإرث والمرأة، الرجل والمرأة في الإسلام؟ الإخوة الأم كلهم يرثون السدس، فإن كانوا شركاء في الثلث كلهم يرثون الثلث، يعني الإخوة لأم كلهم يرثون مثل بعضهم البعض. هناك صور أخرى يعني، ولكن الأولاد ما هذوك لا، كيف بالحالة ديال الخوت من كذا، هذوك اللي خص حظ الأنثيين. لكن أنا أرجع في النهاية، أنا أرجع لمسألة أخرى، هل نحن نسلم للشرع أم لا نسلم؟ هناك مسألة، هل نحن مستعدون لتسليم الشرع؟ هنا السؤال، الذين يطالبون بهذه المطالب إما أنهم غرر بهم فهم حقيقة هم مسلمون لكنهم يجهلون دينهم، وإما أنهم لا، هم يرفضون أصلا الإسلام. أنا أطالبهم فقط بشيء، أعلنوا من أنتم حتى نفهم مع من نتحدث. أنت إذا اتصل بك إنسان تقول من أنت حتى أعلم من مع من أتحدث، لكن إذا جلست مع شخص يدعي شيئا وهو في واقع الأمر شيء آخر، فهنا أنت يحصل لك اللبس، هذا تلبيس على الناس. سي حسن، عندي سؤال غير واحد سؤال مهم. دابا هاد الإرث، غنطرح لك واحد المعطيات اللي كيطرحوا الناس، وغنطرح لك واحد سؤال جوهري. هاد الإرث واش ما كيطرحش إشكالات حقيقية في العلاقة باليوم؟ كما قلت لك أكثر من مليون وجد المليون كيخدموا على أسر، وكاينين عدد من الناس كتلقى واحد الإنسان مثلا عنده خدمه، مشى خدمه سيدي ولا أستاذ جامعي، هذه حالة ماشي استثناء، بزاف موظف أستاذ جامعي لاباس، ختو مطلقة ما خدامش مثلا، وغنجيو حنا من الارث دباها مثلا، وغنعطيه هو عنده 21 مليون كيدخلها في الشهر خدام، واخته مطلقه بخمسه ديال الاولاد وما خداماش، غتعطيه جوج؟ واش ماشي من الانصاف؟ دابا تراجع كيما راجع قدنا سيدنا عمر. ونقطه اخرى اللي قلت لك، علاش في نظركم نظام الارث يثير هذا الجدل؟ لماذا الارث؟ باختصار شديد حتى لا نطيل الكلام على هذا الموضوع، أحب أن أقول بأن نظام الإرث الإسلامي هو نظام متكامل، نظام حتى فيه كتب مجلدات وفيها تفاصيل دقيقة، ولم يكن في أي تشريع حتى في الشريعة الموسوية التي أعظم شريعة قبل الشريعة الإسلامية شريعة التوراة، لا يوجد شريعة نظمت الإرث في الأسر وفي المجتمعات بحيث ينتقل المال بسلاسة في المجتمع ولا يبقى دولة بين الأغنياء فقط إلا الشريعة الإسلامية، لا يوجد بتاتا. أما الغرب، أما النصرانية، فلما انفصلت عن الشريعة الموسوية، لأن النصارى كانوا جزءا من الشريعة الموسوية، فلما انفصلوا عنها لم يعد لديهم أصلا تشريعات، فإذا النصارى ليس لديهم تشريعات، والآن الأوروبيون بعد أن انفصلوا حتى عن النصرانية ليس لديهم تشريعات في قوانين الإرث، لأنه الوصية وكذا انتهى الأمر، قد يوصل الإنسان بماله كله لكلبه أو لصديقته أو ما إلى ذلك، والإنسان قد يموت من غير أن يوصي، إذا المال يذهب إلى الدولة، فوضى عارمة. أما نحن المسلمين فلدينا قانون محكم، فمن الحمق أن نأتي لهذا القانون المحكم ونضرب له الأمثال السخيفة من هنا ومن هنا ومن هنا حتى نهدمه. ولكن إذا كانت دابا واحد الأخت مثلا، بزاف هادو حالات وسط الأسر، كيخدموا كلهم ونموا التروة ديال باهم كامل، وشاركت المرأة بقوة، بعد ما راكت قراش كاع ما خدام الخسوق وخاوي، والبنات كيخدموا وجمعوا التروة ونجيو نقسموها، نعطيه هو جوج نصب مثلا، إشكالات اليوم خدامين النساء. أما أنت تسألني عن جزئيات لها أجوبتها، فكل جزئية من الجزئيات لها أجوبتها الفقهية والشرعية. طيب، وإذا تتبعنا هذه الجزئية لن ننتهي. عسي حسن، كانوا لي نذكر مرة أخرى، تعرف أنا أنقل لك كصحفي ليس مواقفي. تعدد الزوجات سي حسن، وحدة جوج ثلاثة أربعة خمسة؟ لا خمسة لا. الله يبارك. وما ملكت أيمانك؟ هذا ما ملكت أيمانكم، كاين البعض يقول لك وقفة نظام.
قبل أن نتحدث عن الزواج وما إلى ذلك، أحب أن أنبه على أن هذا التيار التغريبي العلماني الحداثي، سميه ما شئت، التيار الذي يرفض الدين، هذا التيار هدفه الأساسي هو هدم الأسرة. هدم الأسرة، انتهاء من الأسرة. وقد أعطانا النماذج مما نراه في الغرب، تجاوز يعني لننتقل من حدود بلادنا إلى أول دولة تواجهنا وهي دولة وهي إسبانيا. نعم، لننتقل إلى أوروبا فسنرى انهيارا تاما للأسرة، ضياعا للوالدين بعد أن يكبر أبناؤهما، انهيار لفكرة الزواج. احنا عندنا خصوصية سي حسن، اسمح لي. لا لا اسمح لي، حتى أتم الفكرة. إمارة الآن في الملك محمد السادس قال رجاءً دعني زعما ضمانة. وبصفتي أمير المؤمنين وكما قلت في خطاب تقديم مدونة أمام البرلمان، فإنني لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما أحل الله، لا سيما في المسائل التي تؤثرها نصوص قرآنية قطعية. لا نتحدث عن الأسرة بالذات، الآن الأسرة رأينا نتائج ما طالبوا به، النتائج هي أن الناس عزفوا عن الزواج، ولذلك أغلب الولادات في كثير من دول أوروبا خارج الزواج. هناك دول 80% من الزيجات من الولادات خارج الزواج، فقط يتصاحبان ثم يلدان من غير أي عقد بينهما، أي عقد زواج يراد لهذه. طيب ثم أصبحنا من الزواج من الذكر والأنثى إلى العلاقة بين الذكرين أو الأنثيين، وأصبحت لدينا طرق غريبة فيما يسمى زواجا وليس زواجا، ويراد استنساخ تلك التجارب الفجة في بلادنا. بالله عليك، هل هناك عاقل يقبل أن يصبح في بلادنا ما هو موجود في بلاد الغرب؟ وقد بدأنا نرى بعض ثمار ذلك في بلادنا. فالذين يقولون يأتون لا نريد تعدد الزوجة، لا نريد زواج كذا، لا نريد زواج كذا، ماذا تريدون بالضبط؟ ماذا تريدون؟ أفصحوا. تريدون الحياة الغربية؟ النتيجة هي هذه. الآباء والأمهات يستقروا بالأسرة مهددة، الأسرة تدمر، الزواج يتأخر كثيرا، ثم نصبح في قضية العلاقات الرضائية، ولذلك هم ينادون بقوة في مسألة العلاقات الرضائية. إذن ماذا يراد؟ باختصار شيء أنا سأجمع لك كل ما سيقال، نريد تأخير الزواج لكن نريد تسريع العلاقات الرضائية. إذن العلاقات الرضائية بين الذكر والأنثى منذ البلوغ نريدها أن تكون غير مجرمة، لكن الزواج نريد تجريم الزواج قبل الثمان. بالله هذا هل هذا عقل؟ لا لا، العلاقة الجنسية الحلال. سمحتي لي سي حسن، سمحتي لي طبعا. قبيلة سي حسن تفضلتوا وشرتوا الواحد مسألة وصراحة جوهرية، هو النفاق. الإنسان ما ينافقش يقول حق. هم كذلك يقولوا بأنه هذه العلاقات الجنسية نريد أن نخرجها من عالم النفاق إلى عالم الوضوح. ممتاز، هذا هو أنا أقول لك. تاريخ البشرية ما نمشي بشكل إطلاقي، يعني الإنسان في المسائل الجنسية كيقول لك راه كترتكب في الخفاء وفي البيوت وفي السر وجرائم، وكينا مظالم وكينا أضرار. تيقول لك راه مخزون داك الشيء، احنا ما بغيناش يبقى مخزون. بغينا أنا بكامل عقلي وهي العقلية توافق إرادات. ممتاز، راه ماشي أنا. لا ما فهمت. أنا سأصل معك إلى النتيجة. بما أنه هناك علاقات فعلا خارج الزواج فلنجعلها داخل الزواج، فمن أراد أن يصاحب فلانة أو علانة وكذا فليجعلها عقدا شرعيا حتى يكون ما بينه وبين أربعة، هذا هو الذي أعطاه الشرع. أما أكثر من ذلك فلا يجوز. فإذا أن تقول لي أنا ضد، يوفق الإنسان، اسمعني أنا ضد، كما يوفق بين صديقاته يوفق بين زوجاته. يعني هل هذا منطقي أو غير منطقي؟ هل هذا كلام منطقي؟ منطقي. لا، أنت تريد، أنت لم تكتفي بواحدة فتريد أن تصاحب غيرها، صاحبها بالقانون بعقد. أما أن تذهب وتعب من هذا وتعب ثم تلد بالحرام، ثم نأتي ونحل مشكلة اللقطاء، ثم نأتي يعني مشكلة تلو مشكلة ومشكلة، ثم قضية الإجهاض، ثم قضية المسؤولين عن ولكن السي حسن إذا سمحت لي، طبعا طبعا أرجع دائما القضية الزواج، ودائما خليني نطرح لك السؤال وكنقول الإسلام، عرجع لك دائما أن الإسلام الله عز وجل عندما أنزل القرآن كان كيستحضر البيئة. لا، من قال هذا؟ الإسلام جاء لكل زمان ومكان لكل البشرية، ليس للعرب فقط أقول لك، وليس لقريش فقط. أعطيك مثال بسيط. نعم،
هل كان ممكن للقرآن أن ينزل باللغة الإنجليزية على قريش؟ لو أراد لا سينزل في لغة في بيئة إنجليزية لكن الله اصطفى كما اصطفى للتوراة اسمح لي اصطفى للتوراة اللغة العبرية اصطفى للقرآن اللغة العربية ضروري يصطفى اللغة فهمني الله عز وجل اصطفى دابا أنا علاش كنعطيك القرآن باللغة العربية حيت الإنسان اللي مقصود اللي راه كيفهم العربية لا لا لا, لا ليس كذلك ليس هذا هو السبب الله اصطفى أولئك واصطفى اللغة فأصبحت لغة عالمية لا خلي ما تولي لغة لا نزلت في الاول يفهمني ما نزلتش على راه الله عز وجل لو اصطفى الله انجليزا لكان بالانجليزيه هي غتكون بالانجليزيه كما اصطفى بني اسرائيل واعطاهم التوراة بالعبرانيه اصطفى العرب وجعلهم وجعل القران لجميع البشريه والان يهودي حتى لو كان من امريكا واوروبا يتكلم بالعبريه يعني على الاقل يعرف كيف يقرا كتابه بالعبرانيه ونحن المسلمين المسلم اينما كان يتعلم العربيه السؤال سي حسن واضح راه ملي قلت لك بالفرنسيه اذا الله عز وجل ملي نزل القريش كيهضروا العربي اذا العاداتهم كذا خص يكون الحكمه باش يدرج اي بلاتي سي حسن طيب نرجعوا للنقطه اللي كنا فيها دابا هو التعدد المعطيات اللي عندنا وهذا الشيء راه كتب فيه الفقه الاسلامي بزاف على ان كان واحد الوقت تزوج شحال ما بغيتي قبل ما يجي الاسلام صح. مزيان تبع معايا مزيان سي حسن العرب كانوا كتزوج حتى 50 مره الا قدرت صح جا الاسلام بدا كينظم حددها باربعه اذا الاسلام ملي جا كيحط قواعد راه كانت الحكمه فين كتبان تصور غنجينا انا كنتزوج 40 مره غدا قلت لي لا غتاخذ على وحده او خليني باش نقبل باش الناس تفاعلوا طيب تصور ان مجتمعا نصاحب فيه من شئنا من البنات فياتي الشرع يقول لا صاحب فقط اربع بالشرع لا انا معك هذا نفس الشيء يعني القضيه لا زالت حاضره يعني القضية التي تتحدث عنها أن القرآن نزل في بيئة يتزوجون ما شاءوا نعم وهو الآن موجود في بيئات كثيرة يصاحبون من شاءوا من النساء فجاء الإسلام قال لا صاحب فقط أربعة ظاهرات واضحات علاش قلت لك ربعة علاش بقات الولاية عند الرجل علاش نعطيك مثال الشهادة ديال المرأة خاصك تجيب جوج عدوا الشهادة ماشي شهادة المرأة ولحقاش واحدة غتنسى وواحدة غتعقل اليوم في المحاكم اللي كنمشيو نتحاكموا المراه كتحكم عليك انت الراجل وانا الراجل كنمشيو عند رئيسه الجلسه واحد ولكن في الشهاده يكونوا غير جوج دعيالات ولكن من لا لا غير الخطا لا يبرر الخطا لا لا ماشي خطا وجود قاضيه خطا خطا باتفاق علماء الاسلام المراه لا تكون قاضيه فان تاتي بامر هو اصلا يجب ان يناقش حتى تجعله دليلا على علاش خطا هذا هو هذا الان يعني موضوع لا اريد ان ادخل في لانك الان تدخلني في تفاصيل الشريعه الاسلاميه وعندما ندخل في تفاصيل الشريعه الاسلاميه أن احنا سنضيع في الفروع لن ننتهي لا. لكن انا عائشة انا الذي دائما المؤمنين عائشه ام المؤمنين صفحه مشرقه في تاريخ الاسلام وهذا لا نخالف به عائشه رابع العدويه بالعكس كاين نساء علاش يقولوا كيفاش ما تحكمش على مين وحنا عندنا ام عائشه واش عائشه ما تحكمش على الناس شوف كقاضيه عائشه ما تستحقش القضيه رجاءً لا عائشه واش استحقت القضيه ولا لا اسمح لي لا اريد الدخول في التفاصيل لكن الذي يمكنني ان اقوله ان الخطا لا يسوغ الخطا هذا الذي يمكن ان اقوله يعني عندما يقال نحن عطلنا قانون الحدود طيب عطلنا الحدود خطا هو خاص حسن هل خطا يسوغ الخطا الاخر واضح سي حسن غنرجع معك التعدد موضوع كبرزه المغاربه وانت كشيخ فاضل انا نبغي نستافد منك ويستافد منك الجمهور يعني كاين ناس كيقول لك اليوم يعطيني فرصه نناقش معك كتزوج انت اربعه العيالات وعلى دائما واش ما كاينش اضرار مجتمعيه انا نقول لك شنو هي الاضرار كاين اللي عدد من واحد كيكون مزوج لمراه عنده وليداته كياخذ المراه الثانيه اسيدي انت قاد بها جنسيا وماديا وكذا ما كاين باس ولكن شحال من اطفال تعقدوا لان باهم تزوج عليهم وكاين الطفل اللي ما كيهضرش مع بواه وشحال من مراه ماشي محدد انها راضيه ما عندها عليه لين بغيتي ما بغيتيش غيطردها ساسالك سؤال اذا انا بنقول لك سؤال منطق العقل انت عندك قلب وانا عندي قلب اي شيء خليني نطرح انت عندك جوج عينين انا عندي جوج عينين راه ما يمكنلكش انت جوج عينين يكونوا معك اربعه العينين عندك قلب ومعك اربعه القلوبه يعني انت الاسلام كرجع لك للتشريع ملي الله عز وجل نزل لان العرب كانوا كيتزوجوا شحال ما بغاو اذا من الله عطانا اربعه ديك اللحظه خليني نطرح لك السي حسن الله يجزيك بخير انا كنقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم شنو كيقول سيروا كسير زمانكم كاين حديث اخر انتم أضرى بأمور دنياكم شو الحكمة الإسلام يعني من عطاء ربعة عشان كنت دابا خصنا الوقت تبدلت الأولى ولا 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 تمرة ولا المساواة راه ماشي تراجع للإسلام ولا كفر لا إن الله عز وجل ديك اللحظة من عطاك ربعة العيالات السي جامر والعرب كان كيتزوجوا شحال إذا خاص التدرج بلا ما تأهل المجتمع قبل الفكرة المجتمع في الأول تيكون مصدوم تجي أنت تجيب له واحد القانون هو عاش على آبائه وأجداده غيرفضك
ولكن باش القريش ولا دوك الناس يدخلوا ويقبلوا الشريعه ديال نبي الله صلى الله عليه وسلم كان خاص واحد النوع من الحكمه في التشريع على مستوى التدرج. اليوم هادشي اللي كيقولوا عباد الله تيقول لك ما نبقاوش حنا خصنا نسجد. اسمح لي هذه مغالطه وقد بينت هذا لا اريد ان اكرر، لكن اقول ان المجتمع لا زال فيه المصاحبه، واغلب الرجال اغلب الرجال ان لم يعني تخن العباره، وهذه قد قالها وزير العدل، قال لو جئنا نعم يعني نختبر الولادات بالدي ان اي سياتي كل رجل ومعه 20 ولدا من ورائه. شكون قالها؟ وزير العدل. الم يقل ذلك وصفق له الناس وضحكوا؟ ايوا مزيان اش نديروا الناس بلادين؟ كلمة تسجل دري انت لدين قلبوا على باه. يبقى المغربي غادي يتابعين 20 دري. وين اماني؟ وين اماني؟ يعني هو يتهم المغاربة بأنهم جميعا يخونون زوجاتهم، لكن في واقع الأمر أن مسألة الخيانة الزوجية هي كثيرة في المجتمع. لماذا؟ لأن أغلب الرجال لا يكتفون بواحدة، فإذا يصاحبون من شاءوا من النساء فوق زوجاتهم. ويكون قاعد صح ولا لا؟ دابا الرجال فيهم هذا واقع، لكنهم مستعدون ليخونوا زوجاتهم وليسوا مستعدين ليتحملوا مسؤولياتهم. إذا كان الرجل بهذه الصورة هو أكثر في دائرة الاتهام خائن ونعطيه القاضي والمرأة ما تكونش قاضية، شنو المواصفات ديالها؟ علاقتها هذه بهذه علاقتها. اسمح لي اسمح لي. وإلا كانت المرأة وفية الرجل اللي كيدير في عائله ما علاقته هذه بهذه؟ كل اختصاصه مجال. لا علاش زعما هذا ليس كلامي أنا، هذا كلام تقول زعما التدرج. دابا إذا تعدد السي حسن مع هذا نص قطعي في كتاب الله لا يغير بلا ما يقيسونا الولاية، لأن الله عز وجل أعلم بنا، أعلم بأن أغلب الرجال لا يكتفون بواحدة، فأعطاهم هذا المجال، أعطاهم هذه الفرصة أربع زوج. وثم بالمناسبة التعدد في المغرب أصلا نادر. لماذا؟ يعني الجنازة قائمة والميت فأر. فأر. الجنازة قائمة والميت فأر. الزيجات هذه التعددية قليلة. حسن شحال عندكم زوجة؟ واحدة. واه علاش ما عدتيش؟ لكن انا لست لا اخذ التعدد. لا الحمد لله زوجتي انا مكتف بها وهي مكتفيه بي. لا الحمد لله انا مسرور بها وهي مسروره بي والحمد لله. لا اريد ان ادخل مشاكل. الله يخليكم بعضياتكم. لا مزيان حيت بعض المرات كيكون شي واحد كيدافع على المدرسه العموميه ما تيقولوا انت كتقري ولادك او لا كتدافع انت. مزيان نعرفوا السي حسن كيفاش انك مع يعني انت مع المغتربين. لا وان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالسيده خديجه في اول امره للمحبه التي كانت بينهما، فلما ماتت بعد فتح الباب للتعدد، اما قبل ذلك اكتفى بواحده لانه كان يحبها وتحبه. لكن ليس كل الناس يحبون زوجاتهم، ليست كل العلاقات مبنيه على الغرام، هناك زيجات فقط مصالح بين الزوج والزوجه، فهو يريد غيرها وانتهى الامر. يعني لنكن واقعيين، هل كل الزيجات هي زيجات غراميه عاطفيه؟ صحيح متفق معك سي حسن. سي حسن الولاء الولايه للمراه هذا موضوع كذلك نقاش، واش الولايه للرجل؟ والبارح استضفنا الاستاذه فاطمه التامي وعطات واحد النقطه، قالت لك مثلا تبغي الام غير تنقل ولدها خصها موافقه الرجل، واش ماشي الاول اليوم امام التطورات ديال ان المراه مادام خرجت لسوق الشغل كترأس مجلس الحسابات كترأس مجلس المناقصه المقاصه، المراه اليوم كتحتل، قال لك واش ماشي زعما وحنا المراه تنقولوا تكون رئيسه حكومه؟ سي حسن مع المراه تكون رئيسه حكومه مغربيه؟ لا هذا ليس من اختصاص النساء. ما تكونش رئيسة حكومة، ما غير مؤهلة. لا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فالمرأة لها مجالاتها والرجال لهم مجالاتهم، الخلط بين هذين المجالين هو الذي حديث صحيح المجتمع. هذا؟ حديث صحيح طبعا، حديث صحيح. طيب شوف أريد أن يعني أعطي قاعدة. لا يوجد شيء إلا بنظام. ولا يوجد نظام إلا برأس. فالدولة من غير أن يكون لها رأس ملك رئيس حاكم لا يمكن أن تمشي. كذلك البيت لا يمكن أن يكون لدينا البيت من غير رأس، الرجل هو الرأس والمرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيته، لكن دائما المرأة تحت زوجها. فإذا جئنا نجعل للبيت رأسين أو نجعلهما شركاء متشاكسين أصبحت الفوضى في المجتمع، وهذا يؤدي إلى الطلاق وإلى الفوضى وإلى أن يعافى الناس الزواج وهو المطلوب. فقضية أن ترفع المرأة لكي
تنزل الرجل هذا يؤدي إلى دمار المجتمع. خسر السلطة الرجل. طبعا يجب أن يكون، لأن هكذا خلق الله عز وجل، خلق الله عز وجل الرجال ليقودوا، وخلق النساء أيضا ليكون في للتربية والتعليم وما ذلك، وكل منا يجد هذا في نفسه. أنت في غيابك عن أسرتك من الذي يقوم بها؟ ليست الزوجة؟ سؤال السيحة. نعم إذا سمحت لي نفصل فيها. نعم بشري. نعم هرجعوا لفكرة الإطلاقية. قلتي واحد الكلام جميل، قلتي لي كاين جهل بالشريعة وبالإرث. صح. خاصنا نشوفوا الخصوصيات، المرأة ماشي دائما الحالة ديال الخوت ماشي بحال الحالة ديال الزواج، حتى في هذا المنطق اللي تفضلتوا به السي حسن. ملي كنقولوا الرجل والمرأة بصفة إطلاقية، الرجل خصو تكون عنده السلطة، والمرأة وضعيتها كيفاش تكون؟ سؤال، واش الرجل ملة واحدة؟ لا. شكل واحد؟ لا. كتلقى رجل بلاتي اسمح لي السي حسن كنعرفوا ماشي الملايين. صحيح صحيح. كتلقى مرأة حارسة على ولادها. صحيح. كتنتف وتبني الياجور وتطلع الدويرة وتحضر. صح صح. ورجل تافه تعطيه سلطة يريب لك. إذا هذا واش محدد هذا حيت رجل نعطيه سلطة؟ لا، ولكن أنا قلت، أنا لم أقل أن المرأة ليست لديها سلطة، لها سلطة لكن في حدود اختصاصاتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، هي أيضا مسؤولة في بيتها. وسبحان الله، انظر كما أمر الله، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما أمرت الشريعة المرأة بطاعة الزوج، أمرت الأبناء بطاعة الوالدين، وجعلت الجنة تحت أقدام الأمهات. لماذا؟ لأن الأبناء يجب أن يكون والداهم هما قادة البيت. فكذلك يعني هي هكذا التراتبية، إذا لم نفهم بهذه الطريقة ضاعت الأسرة. ولذلك عندما فتح الغرب أو فتح التيار الغربي العلماني للأبناء الخروج عن سلطة الوالدين بعد سن 18، أصبح الوالدان يعني ينتهي بهم الأمر في دور العجزة. الإنسان لا يهتم بوالديه. نحن في مجتمعنا لا زال بفضل الله عز وجل، وهذا بفضل الشريعة الإسلامية، لا زلنا نقدس الوالدين، لا زلنا نرى قضية السخط أمرا عظيما، لا زلنا نرى رضا الوالدين أمرا. وقطر مهمة سي حسن. نعم. تجربة صحيح قطر صحيح فريدة. صحيح. كيفاش الأسرة. نعم. كانت واحد الدافع قوي لنجاح. صحيح صحيح صحيح. وكيف توظفها السي وليد الركراكي. نعم. إذا الأسرة مهمة. مرة أخرى كنقول نسولك السي حسن، الولاية ما تكونش عند الأم؟ لا لا سلطة لا لا هكذا. لا بغيت كلمة السي حسن إطلاق كلمة الولاية هكذا مطلقا. لا، لها ولاية معينة. طبعا لها ولاية معينة، لا يمكن أن تلغيها تماما. لا، لا يمكن أن تزوج نفسها. المرأة لا تزوج نفسها، ولكن يمكن أن تأتي، لكن يمكن أن تأتي بمن يزوجها إذا لم يكن هناك أحد، القاضي يزوجها وانتهى الأمر. ممكن تزوج راسها. لا، المرأة لا تزوج نفسها. وخا نقطة أخرى سي حسن، موضوع نقاش الزواج والقاصرات. نعم. موقف سي حسن. ما معنى قاصرة؟ قاصرة طفلة. الحيض، مشوا الحيض. عارفين ما هي قاصرة؟ مشوا الحيض التي لم تحيض بعد. لم تحد بعد، مازال ما وصلهاش للحيض. طيب سؤال، كم نسبة هذا في المجتمع؟ لا حتى نقيم منه قضية يعني الجميع يتحدث عن هذا، لا يوجد أصلا في المجتمع. أنا لا أظن أنه يوجد في مجتمعاتنا بنت لم تحد بعد وتزوجت، لا أظن هذا موجودا في مجتمعاتنا اليوم. إذن لماذا نقيم الدنيا على شيء لا وجود له؟ لماذا؟ حتى الإمام مالك رحمه الله عندما كان يسأل قال هل حدث هذا؟ قيل لا ولم يتقال. إذن أرحنا حتى يكون ثم نتحدث عنه. هذه قضية حتى تقع الأمر لم يحدث. لماذا نقيم الدنيا؟ لكن حقيقة الأمر هم يتحدثون عن القاصرة دون 18 من عمرها، يتحدثون عن ما سمي بقاصر وهي البنت التي تزوجت قبل 18 من عمرها، يرفضون حتى أن يعطيها القاضي جوازا بذلك. لماذا؟ وفي المقابل يطالبون بتغيير قانون القانون الجنائي في قضية العلاقات الرضائية حتى يكون أقل من سن 18. يعني الرضا العلاقات الجنسية بين القصر جائزة والزواج حرام، يعني العلاقات المحرمة يجب أن نجعلها جائزة، والعلاقات المحرمة يجب أن والعلاقات الجائزة يجب أن نحرمها. سي حسن هاي الآية، وبغيت أنا كنت شفتها هنايا. لا خلي لا خلي التفاصيل، لا أحب الدخول في التفاصيل، لا أحب الدخول في التفاصيل، لأن الموضوع إما أن نفهم الآية كما هي فنتبعها. واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. صدق الله العظيم. هي هذه اللي بغيت. واللائي لم يحضن، إذا هما القاصرات مفهوم ديال القرآن. هذا المفهوم القرآني، لكن مفهومهم هم هي من كانت دون 18 من عمرها. ولكن كاين المشكلة سي حسن، كاين زوج قاصرات في المغرب.
يعني من كانت دون 18 من 17 18 علاش بغيت موقف 16 الموضوع ما بالكش بسيط راه كاين اشكال مطروح بعد مره كتزوج بنت عارف شي شنو طيب ما الاشكال في ان تتزوج بنت لها 16 عاما او اقل لا الزواج مسؤوليه مستمر ممتاز ومن قال لك ان البنات كلهن من نفس العقليه هناك بنت في الباديه ما شاء الله يعني تكون فاخره الجسم ولها 14 15 عاما وهي بالغه ولها يعني يمكن ان تقوم ببيت كله يمكن ان تقوم هي بالبيت يمكن لماذا نفترض دائما اننا نعيش في مجتمع مغلق فقط البنات اللواتي يذهبن الى المدرسه وياتين وانتهى الامر اغلب هذه المشاكل التي تتحدثون عنها تكون في الباديه وغيرها وفي اسر معينه تضطر الى ان تتزوج هذه البنت حتى يكون يوجد من يكفلها وقد تكون يتيمه وقد الى غير ذلك من الامور يعني هي نوع من حل مشكلة حاضرة ولذلك أعطي للقاضي الحق في أن يزوج من كانت دون السن المتفق عليه لأجل حل المشاكل هم يريدون حتى هذه أن تلغى لماذا؟ أنا السؤال لماذا؟ وبالمقابل لماذا تريدونها أن تعب من الحرام وتصاحب من شاءت بالحرام يعني الحرام جائز والحلال حرام يعني الامر ليس فيه منطق سي حسن هاتك العرض شنو موقف من ديالكم في هاتك العرض للمرأة البنت هاتك العرض لا تدخلني في التفاصيل انا دائما اقول لا تدخلني في التفاصيل لا الاسلام اش كيقول فيه هذه مصيبه هذه هاتك العرض جنايه كبرى لا في الاسلام شريعه كيف جنايه كبرى طبعا كيفاش تعرف الفرق بين الاغتصاب والهاتك ما كانش الاغتصاب هاتك هو غير تقيسها غير في هذا هو قصتي عرضها مثلا واش كاين شي حديث نبوي ولا شي آية قرآنية فيه هاتك العرض مثلا القانون الجنائي فيه انا بغيت نشوف مثلا في الدين شنو كيقول هاتك العرض فيه تعزير هذا القاضي يعزر بحسب ما يرى في الاغتصاب لا لا في الإكراه انت تقول هاتك العرض يعني ان يحدثها يغمزها الى غير ذلك مثلا لا مع وضع يدها في جسمها في عرضها لا اريد ان ادخل في التفاصيل هذه مسائل قضائيه شوف هذه مسائل قضائيه ليست من ليست هذه مسائل ليس لها علاقه بالموضوع الذي نتحدث عنه دعنا في الموضوع الذي نتحدث عنه لان لو تحدثنا في التفاصيل فلنخرج من هذا المكان سي حسن نختم هذه الحلقه ضروري سي حسن يعرفوك الناس بشي امور اخرى واخا واحد النقطه مهمه سي حسن كاين اتهام ليكم لماذا ملي كيتعلق الامر بالمراه عيب المراه يعني ملي كيتعلق المراه انتم كتبانوا واسمح لي كنقول لك تيقول لك عندكم واحد مشكل هي المراه الفرائس وكتنوض ولكن امور اخرى مثلا يقاد يدوش شي قانون كيمس الفساد وقانون الماليه قوانين السكن قوانين الاراضي السلاليه قوانين لا يسمع صوت الاسلاميين ملي يجي شي تشريع ولا شي حاجه فيها المراه ولا حقوقها تخرج أصوات الإسلاميين لماذا عندكم هذا بالمرأة بالضبط؟ لا هذا كلام غير صحيح هذه تهمة غير صحيحة لكن الواقع أن الشريعة الإسلامية كما ذكرت لك قزمت وعطلت في أغلب أبوابها فلم يبقى إلا هذا الباب الذي يمسنا في حياتنا هو موضوع الأسرة الأسرة موضوع يمسني ويمسك أنت ويمسه هو وهي كل إنسان معني بهذا الأمر هل نقبل على أنفسنا أن تدمر أسرنا؟ هل نقبل أن يشرد أبناؤنا؟ هل نقبل أن نشرد نحن وينتهي الأمر بنا في دور العجزة؟ هل هذا معقول؟ ثم إذا تكلمنا يقال أنتم تهتمون لا نحن نهتم الأسرة الأسرة هي عماد المجتمع فإذا دمرت الأسرة انتهى المجتمع لا يمكنك أن تتحدث بعد ذلك عن تنمية ولا اقتصاد وما إلى ذلك مع دمار الأسرة كيف سيتعامل رجل أسرته مدمرة مع كل مشاريعه لا الفكرية ولا المالية وما إلى ذلك سي حسن نختم هذا اللقاء بعض النقاط ولكن باقتضاء غير رئيس سي حسن خصوصا التشهير في المغرب انت عش الثقافه ديال التشهير وربما حتى انتم سي حسن تقدروا تكونوا تعرضتوا في مناسبه من مناسبات التشهير بشكل اليوم عندنا التشهير المس بالاعراض الهجوم يعني كيف التشهير الانتعاشي ديال وسط المغرب وكيفاش كتشوفوه وهذه حقيقه ظاهره قبيحه ويظهر ان كثيرا من الناس اذا لم يستطيعوا ان يناقشوا الافكار فانهم يرجعون الى مناقشه الى التشهير بالاشخاص نعم انا لم استطع ان اناقشك فكريا فاذهب الى تشويه سمعتك حتى يسهل علي ان اسقطك وهذا يحدث كثيرا يعني بمعنى انك تذهب الى الانسان بدل ان تناقش ما قال ترى شيئا اخر لا علاقه له بالمقال لا شك ان هذا ضعف في المواقف سي حسن الاعتقال كذلك من المواضيع المهمه جدا اليوم كاين اعتقال السيد رضا الطوجني
وخلقوا كاين واحد النقاش عليه اعتق الادانه ديال الصحفيه حنان باكور بواحد الشهر حبسا موقوف تنفيذ في مواجهه حزب الاحرار، ثم اعتقال ناشط حقوقي اخر من سيدي سليمان شهيد الازعار البارح او البارح، معتقلين داخل السجون المغربيه. رئيس سي حسن، علاش ما كتناولوش هاد يعني ما كتهتموش بزاف بهذا الاعتقال وهذا، وكيفاش عوده موجه الاعتقالات المغرب كيفاش كتقراوها؟ حقيقه يعني الاعتقال اذا كان من اجل الافكار ومن اجل مخالفه الدوله وما الى ذلك فيعني نحن نرفض مثل هذه الامور، وخاصه ونحن ممن اكتوى بنار مثل هذه الامور. لكن اذا كان لاجل جريمه محدده وهذه الجريمه يعني هناك اثباتات عليها فذاك امر اخر. فلذلك اما كوننا لا نتحدث عن كل حدث من الاحداث لانه يعني الاحداث كثيره. هل تتحدث عن قضية غزة وما يحدث فيها؟ لا، عندما يتعلق بغزة لكم صوت، عندما تمس المرأة أو تعدي المرأة لكم صوت، ولكن يعتقل صحفيون أو حقوقيون أو لا كثير من أنا شخصيا يعني تعاطفت مع كثير من اعتقلوا وتعاملت معهم، وعندما أفرج عنهم يعني اتصلت بهم وهنأتهم بصرف نظر على إيديولوجياتهم. نعم. سؤال آخر سي حسن، نبغي رأيكم الصحراء المغربية يعني واش ما كاينش اللي كيلاحظ انكم واحد شويه ما كاينش اهتمام بهذه القضيه الصحراء رغم انه فيها تطورات احيانا يسائل وحدتنا الترابيه من الجاره احيانا كتكون اساءات بالغه، وانتم كعلماء لماذا لا تعاضدوا الجبهه الداخليه في هذا المستوى؟ لا بالعكس مواقفنا معروفه ونحن ضد اي تقسيم، فكيف اذا كان التقسيم يعني تقسيم مقسم؟ نحن نرفض هذا التقسيم، وكمان نرفض النزاعات بين بلدان المسلمين. ونحن يعني تحدثنا اكثر من مره باننا يعني ننادي بتفعيل اتحاد المغرب العربي. وهذا هو الكفيل بحل كل هذه المشاكل. انتم كجماعه كرابطه العلماء انت تراس يعني سي حسن رئيس الرابطه رابطه علماء المغرب العربي ما كتداولوش في هذا الشيء؟ ما لا بلا بلا معكم الجزائريين في الرابطه؟ الجزائري والتوانسه والمغاربه والموريتانيين والليبيين لا الجزائريين طبعا معنا ومعنا في الرابطه. اش كيقولوا في هذه القضيه؟ يعني كنت طبعاً لا كطرح انت كشيخ وسطهم كطرح هذا الاشكال؟ طبعا عندما حدثت المشاكل التي حدثت مؤخرا تحدثنا في هذا الموضوع واصدرنا بيانات عديده في فائده المغرب. نحن بصفتنا علماء يعني لا نتعصب لدوله ضد دوله، يجب ان نتحدث بلغه شرعيه. فنحن ضد التقسيم، ضد ان تقسم المغرب، ضد ان يستقل جزء منها ويتخذ اسما جديدا وما الى ذلك. اذا المغرب من طنجة هذا طبعا طنجة للقويرة نعم سبتة ومليليا كذلك نفس طبعا ما شك في سبتة ومليليا اصلا محتله من قبل والاندلس كاع على اقتدلح لا نريد ان نتوسع، لكن الان نحن نتحدث عن الامر الذي اصلا يعني تاريخيا وقانونيا ومعترف به. سي حسن اخر سؤال، ولكن واحدة الاسماء نبغي نسول، ولكن ما يسولك عن الفساد كذلك تيقول ما كتهتموش بالفساد مثلا المحروقات القدره الشرائيه للمغاربه، علاش ما كاينش يعني اهتمام قوي؟ فلسطين مهمه كتهتموا بها، يعني المراه والتعديلات والتشريعات مهمه كذلك، يعني يمكن ان نحييكم، ولكن الفساد ما يتعلق بالفساد المالي اللي هو اللي تكون به المغاربه، لماذا ما عندكمش يعني لا يسمع لكم صوت في هذا الشيء؟ لا نحن نتحدث عن كثير منه، لكن خطابنا هو عام للحكام والمحكومين، ولذلك من الخطا ان نتهم فقط الحكام بقضيه الفساد. عندنا مشكله الفساد عامه، الرشوه في جميع الاماكن. اقل انسان يطلب منك الرشوه، قد يوقفك شرطي في الطريق ويطلب منك الرشوه او يلزمك بها. إذن الفساد هو أمر عام، فالكلام عن الفاسدين الكبار والحيتان ونسيان بقية الصغار هي عقلية يجب معالجة هذه العقلية، ونحن نعالجها بالشرع. لا يجوز الإنسان أن يأخذ مالا ليس ماله، لا يجوز الإنسان أن يختلس أموال الدولة، لا يجوز الإنسان أن يسرق الأموال، هذه الأمور كلها يعني لا نحتاج إلى أن ندخل في التفاصيل في كل مرة. صحيح. أمينة بوعياش كلمة في حقها رئيسة المجلس الوطني الفرنسي في كلمة. من أبو عياش تصرح بأنها ضد الشريعة الإسلامية وضد الأحكام الإسلامية وما إلى ذلك. هي ضد شريعة؟ طبعا هي تصرح بمثل هذه الأمور. دولة الإسلام دين الدولة فصل 3 من الدستور ومؤسسة الدولة تسأل عن الدولة، لكنني أنا أنت سألتني عن هذه المرأة فأنا أجبتك. هذه المرأة هذا حالها، ماذا نفعل؟ سي عبد اللطيف وهبي وزير العدل. عبد اللطيف وهبي يعني لم يكن
لم يقبله حزبه رئيسا عليه فيريد أن يغير الدولة كلها. كيف يقال هذا؟ كيف لشخص لم ينجح في حزبه أن ينجح في الدولة كلها؟ بلاتي كيفاش كيف لشخص فشل في قيادة حزبه أن ينجح في قيادة مشروع مجتمعي يريد به تغيير الدولة كلها، تغيير 14 قرنا؟ هذه مصيبة والله. آخر اسم علي الكتاني. أبي رحمه الله، أبي رحمه الله يعني كان أمة في رجل ورجلا في أمة، يعني لو جلست أتحدث عنه يعني مدة طويلة حسن كدارو. لو جلست أتحدث عنه مدة طويلة لما انتهيت. أنت البكر رحمه الله؟ لا، أختي هي البكر، أختي هي البكر الدكتورة حسناء الكتاني. عينك جات في المكياج. الله يرحمه فهاد النهار السي علي، بارك الله. كان خلى فراغ الاب من كيمشي يعني كتحس. نعم، لاني كان لي ارتباط وطيد به. شحال عندك السي حسن؟ كنت غادر نظر البقاء؟ كنت في حوالي 28 من عمري. 28 عام. مسكين الله يرحمه. سعيد، كان صديق حميم للدكتور الخطيب. نعم. كان الكل يحبه. كان شديد التواضع. هذا يوم جمعة. الله يرحمه. رحمه الله. كنشكرك سي حسن. بارك الله فيك. وتأكد أنك رجل يعني محترم وعزيز علينا. شكرا. وأنت دوزتي 9 سنين سي حسن الحبس. 9 سنوات. نعم. كانت مؤلمة. نعم في سبيل الله. عمرك ما عاودتي تفاصيلها؟ سيأتي يوم إن شاء الله. سيأتي يوم إن شاء الله ونتحدث عنها. 9 سنوات. سي حسن كنشكرك. عفوا. كنشكرك بزاف وكنشكرك حتى على سعة صدرك. وانا كنت غير كنقول يعني حيت البعض انا كنقول ما يروج، اما نحن هذا هو دورنا كصحفي. كنشكرك سي حسن على امل اللقاء بك في فرصه اخرى. ولو بغيت نقول واحد الكلمه دغيا اعطيني هاك رفيقي صديقك. نعم. شي كلمه بحق ابو حفص. نسال الله يهديه. الله يهديه. شو وقع له؟ كان فقيه وكان مجتهد وعنده ورقات خرجوا من السجن وكان نشيط وكان يعني متشبت. ما الذي علاش ما نقولوش انه تطور موضوعي ونوعي؟ بالعكس داك الشيء اللي كان في الوقت. انا الذي يمكنني ان اقول الان الله يهديه. كنشكرك السي حسن. بهذا متابعات ومتابعي القناه نكون قد اتينا الى نهايه هذه الحلقه. نشكر لكم طيب المتابعه والى اللقاء.